موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو القادمة بالجولة 28 من الدوري الأسباني يوم السبت القادم 20 مارس 2021، والقنوات الناقلة بالتفصيل وترتيب الفريقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو القادمة التي ستقام بالجولة 28 من الدوري الأسباني، حيث تنطلق المباراة يوم السبت القادم 20 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، و6:15 مساء بتوقيت السعودية، و8:15 مساء بتوقيت الإمارات، و4:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD1، وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية: قناة CBC سبورت HD، وقناة ماتش TV، وقناة تركمانستان سبورت HD، وقناة لاليغا TV HD، وقناة ماتش فوتبول 1. ويقام اللقاء على ملعب بلايدوس معقل فريق سيلتا فيجو. ويدخل فريق ريال مدريد هذه الجولة القادمة وهو بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة، حيث لعب 27 مباراة، فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات. أما فريق سيلتا فيجو يدخل هذه الجولة أمام المرينجي وهو بالمركز العاشر برصيد 34 نقطة، حيث لعب 27 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 9. ويتصدر جدول الترتيب فريق أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة، ويحل بالوصافة فريق برشلونة برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ونقطتين عن ريال مدريد. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.